شارع فلسطين، ساحة بيروت. واحد وثلاثين عشرة 2019 يوم الخميس ساعة 12:30 دقيقة بعد منتصف الليل. هذا يجوا من تقاطع الصخرة ساحة بيروت الناس. عوائل عوائل طالعين. والقوات الأمنية موجودة ولم يهتموا حتى القوات الأمنية. تسقط الحكومة الفاسدة وتسقط إيران وياها. والله على أبو ريان تسقط إيران الحكومة، تسقط الحكومة الإيرانية الفاسدة. متظاهرين الناس فوق الجسر ما زاعل بيروت.